أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان على مسار الاستحقاق النيابي. بين الإنماء والانتماء حكاية تاريخية راسخة في لبنان الضارب بجذوره آلاف السنين في الزمن، تاريخ عبر فيه أهل هذه المنطقة وهذه الأرض إلى العالم بحضارة إنمائية اقتصادية وتجارية، عبروا بحضارة ثقافية أساسية عبر تصدير الحرف والأبجدية، كما صمد أهل هذه الأرض بوجوه مقاومية تجلت في صيدون وصور والجبل فبيروت وزحل وسواها وكل حقبات الزمن. وإذا كانت بيروت مدينة الشرائع فإن الانتخابات النيابية شريعة من هذه الشرائع الاشتراعية. معنا مباشرة رئيس جمعية تجار بيروت الأستاذ نقولة شماس، وهو الأمين العام للهيئات الاقتصادية والمرشح عن المقعد الأرثوذكسي في بيروت الأولى القوية. أهلا وسهلا فيك. مساء النور. يعني اليوم عم نستقبلك ونستضيفك كمرشح، وكنا نستضيفك كعنصر فاعل بالاقتصاد والحركة الإنمائية بلبنان. ما هي العلاقة بين ترشيحك للانتخابات النيابية ويعني عملك الدؤوب على مسار الاقتصاد والإنماء؟ الجواب أتى بمقدمتك لما حكيت عن ثنائية الإنماء والانتماء. نعم. فالاقتصاد والسياسة ما بينفصلوا عن بعض أبدا، وأساسا نهائية السياسة هي تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والقدرة الشرائية لكل المواطنين اللبنانيين. نعم. هلا انا كنت ناشط وبعدني بالهيئات الاقتصاديه، يعني انا انتخبت 3 مرات رئيس لجمعيه تجار بيروت من اجل اذا بدك حمي يعني رد الضربات عن القطاع الخاص واعلاء شان الاقتصاد، وخاصه بعد ما بلشت الازمه او الحرب بسوريا يلي فوتتنا بمغاره مش عارفين كيف نظهر منها. نعم. هلا كان عندنا مواقف مع زملائي رؤساء الهيئات الثانيه، ويعني عملنا المستحيل مشان تنحمي المؤسسات الصغيرة والكبيرة من التعثر المالي وأحيانا الإفلاس. نعم. اليوم شفنا إنه الهيئات الاقتصادية هي عندها فعالية أكيدة وعندها نفوذ أكيد، إنما فيما يتعلق بالسلطة يجب إنه تكون من ضمن المؤسسات الدستورية، والمؤسسة الأم هي المجلس النيابي. من هون اقتضى الانتقال أو محاولة الانتقال من ضفة إلى ضفة أو الجمع. تمام. أو الجمع. أستاذ نقولة شماس، اليوم يعني نحن السياسة مثل ما قلت هي سوس فن سوس المجتمع. صحيح. ونقله نحو الإيجابية أكثر والرخاء أكثر والازدهار. ليه نحن مثلا بلبنان، يعني حضرتك إن شاء الله بتتوفق وبتفوت على النادي السياسي والبرلماني أولا، ليش نحن دايما منغلب السياسي ومنعرف أنه مرات نتائج السياسات اللي فيها قفزات بالمجهول أو ما فيها، من دايما بيكون فيها مغامرة؟ ليه ما بياخدوا كانوا برأي الاقتصاديين أكثر من ما عم ياخدوا لحد هلأ؟ هيدي إذا بدك من أكبر ويلات النظام السياسي في لبنان، يمكن لأنه مبني على الطائفية، يمكن على الإقطاعية، يمكن على الوراثية السياسية، يمكن بسبب يعني انتشار رقعة الفساد في لبنان. كل هالأسباب مجتمعة تجعل المسؤولين عندهم اهتمامات غير اهتمامات الشعب واهتمامات الاقتصاد. بس ما الاقتصاد لكل الطوائف. صحيح. والاقتصاد لكل الفئات، والاقتصاد إن كان للإقطاع. صحيح. أو بين مزدوجين أو للقاعدة. بس كلنا بنعرف أنه بالعقود المنصرمة الطبقة السياسية كانت مجتمعة على تقاسم الجبنة. نعم. وعلى ترك الفتات للمجتمع وللاقتصاد. هلا اليوم لا، إذا بدك بسبب دور الكبير اللي لعبته الهيئات الاقتصادية. نعم. وشخصيات بارزة، اليوم في عندك مجموعة من الأشخاص اللي نجحوا بمسارهم الاقتصادي بالقطاع الخاص. نعم. طامحين أن يفوتوا على البرلمان، هيدا أكيد بده يجيب جرعة، مش بس دم جديد، جرعة أمل للاقتصاد، لأنه الأجندة اللي نحن فاتين فيها تختلف عن السياسة الصغيرة اللي بيسموها سياسة المختار والنطور. نحن. نعم. بدنا نكون وطير على الاقتصاد اللبناني. نعم. بس انتو يعني كان عندكم سلسلة لقاءات مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. نعم. الذي يدعو الى الاقتصاد الانتاجي. صحيح. وليس الاقتصاد الراعي، وشفنا الديالوج الحوار اللي صار بينكم وبينه مرتين او ثلاثة، واليوم اللائحة اللي حضرتك فيها يعني بشكل او باخر مدعومة من التيار الوطني. أيه. الحر. بس الشيء الاول من سؤالك كتير مهم. نعم. لانه بين فخامة الرئيس عن اذا بدك وعي هائل على الموضوع الاقتصادي، هاللقاءات المتتالية الحوارية التفاعلية. نعم. مش انه كل واحد طبعاً يطلع على موقفه. نعم. وتوج هالشيء
بالخلوة أو بالطاولة المستديرة الاقتصادية بقصر بعبدة ب 14 آب سنة 2017. فإذا لأول مرة إلى جانب طاولة الحوار السياسي والوطني في عندك طاولة حوار اقتصادي. فإذا في إدراك كثير كبير، وفخامة الرئيس لطالما قال إنه أنا عهدي ببلش بعد الانتخابات النيابية والأولوية ستكون للاقتصاد. إذا طبيعي إنه أنا التقي بهالليحة هاي. هلا بدي أذكر هون إنه ليحة تكتل لبنان القوي مستقبلا أو دايرة بيروت يعني الأولى القوية حاصل عدد النواب اللي رح يصير بعد الانتخابات 100% هون. أنا بدي أذكر إنه هالتقارب بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس الحريري حصل ب 20 تشرين الأول 2016 لما الرئيس الحريري تبنى ترشيح الرئيس عون. من هداك الوقت صار الانتخاب ب 31 تشرين. معروف عني إنه تقليديا إلى جانب رؤساء الهيئات الاقتصادية مقربين بالماضي من قريتين وبالحاضر من بيت الوسط. إنما لما صارت هالمساحة المشتركة أنا صفى عندي ارتياح كبير بإني أتواجد بهالمساحة. صار في أريحية ووسعت الدائرة. وسعت الدائرة. ويلي إذا بدك أكد على هالتقارب هو إنه في تحالف وتآلف بالدائرة الأولى ضمن لحتنا. هلا أنا مني حزبة لا بالتيار الوطني الحر. ولا بتيار احنا ما قلنا هيك. لا قلنا انا ما قلت، انا عم بقول للمشاهد مش عم بقول ابدا للمشاهد، بس عم وصف انا الوضع. انا ترشحت كشخص مستقل متالف مع هذه الرؤيه الحزبين الكبار، وانا بتشرف انه اذا ربحت الانتخابات بدي يكون عضو فاعل في تكتل لبنان القوي. اليوم يعني وحتى هالدائره توسع كمان اكثر، إذا قلنا فيها اللينك بين أو هالتعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي رئيس مجلس النواب اللي هو منه بعيد عن هالدائرة هاي، ولكن في هون شقين ممكن يكون في مع الأوقات يعني كنا نشوف في نأزة. يعني في عندك أفرقاء بلبنان بيقول لك وقت بدك تكون تستعمل القطاع الخاص والقطاع العام تدمجهم ويكون في دالة على القطاع الخاص أن تكون أكثر هيدي من جهة، وفي بالنسبة للرؤية الاقتصادية الرؤية الاقتصادية اللي كمان في أفريقيا يمكن ما بيماشوا الأفكار اللي رؤيتك اللي حضرتك ممكن تكون فيها. هل دخولكم إن الله راد إلى الندوة البرلمانية وقوفكم إلى ضمن هذه الرؤية بتقارعوا فيها الوضع ومعالجة الوضع، هل يمكن تكون سهلة بهالسهولة إنه اللي أنتم بتتصوروا؟ أكيد ما حتكون بهالسهولة. هلا انا جاي بافكاري وجاي بمشروعي الاقتصادي يلي انا عم ببني عليه من اكثر من 20 سنة، وهو اذا بدك تلخصه نموذج المانيا في فتره ما بعد الحرب الاقتصادي فينا نحكي عنه يلي هو بزاوج بعد ما دمرت المانيا اكزاكتلي بين الفعاليه الاقتصاديه والعداله الاجتماعيه. انما لتقدر تحقق نوع من التوزيع الاجتماعي انت يعني محكوم عليك انك تنمي الاقتصاد وتكبر هالكعكة الاقتصادية وحجمه مش انت تقدر تقسمه فيما بعد. مشان هيك في نوع من الأولوية، الأولوية هي إلى النمو، والنمو غايب عن ربوع لبنان من وقت ما بلشت الحرب بسوريا. يعني هاي أفكارك للمشاهد بالنسبة للانتخابات وما بعد؟ أكيد ما بعد الانتخابات. يعني أنا بهالمسار، إنما بتعرف يعني البرامج بتصفي تكتير، إنما استراتيجيا والرؤية هي المزاوجة والموائمة بين الفعالية الاقتصادية والإنتاجية والإنتاج من جهة، والعدالة والتكافؤ وفرص العمل من جهتين. أنا أصلاً برنامجي الانتخابي هو ثلاث عبارات أو ثلاث مصطلحات، الاقتصاد والنمو وفرص العمل. الاقتصاد شيء كبير يلي كنا عم نحكي بأول الحديث إنه هو مغيب، فإذاً أنا هيدا ضلع من هالمثلث. شو لا تقولك يعني هالضلع هيدا. الضلع الثاني هو النمو. في غياب النمو اللي بتولد النقار. مظبوط. وهيدا النقار عم نشوفه، العالم عم بتنقور بعضها من 7-8 سنين بلبنان. بتتذكر سنة 2009 و2010 العالم كله كان في حال ركود إلا لبنان. كان ماشي حاله، كان عندنا نسب نمو 9 و10%. فنحن نسعى جاهدين مشان استرجاع النمو، لأنه النمو بيسمح للموازنة يرجع يتعزز وضعه، بخفف من حجم الاستدانة، ما بيعود بيجعل الضرائب إنها تكون حتمية. فالنمو حلال كل المشاكل في لبنان. يعني إذا القلي بتولد النقار عكسها بيولد الوئام والسلام، ولكن والبحبوحة والاستقرار الاجتماعي بلبنان. طيب بس في شيء يعني ما إنه ريسيبروك، هو معاكس، إنه إذا كان في شيء ماشي اقتصاديا ونامي
بيصير في مشاكل، بيصير في نقار إن كان إقليمي أو محلي، بيرجع بيضرب المسيرة الاقتصادية. هل أنتوا واعيين لشو ممكن يكون بهذه المنطقة؟ لأنه نحن شفنا مثل ما قلت من 2009 2010 كان في نمو 10%. صحيح. صار في الحرب بسوريا أثرت بشكل أو بآخر وبشكل سلبي على اللبنانيين. اليوم ما بنعرف الحرب بسوريا، ما بنعرف الحل، سنة سنتين. صحيح. ما بنعرف. صحيح. وعم نشوف كيبروكو، ما بعرف شو كمان، سجلات بين إسرائيل وروسيا. آه. رح جيبها. نعم. كيف رح تتصرف؟ أنت ما عندك تأثير على الحرب بسوريا. نعم. إنما عندك تأثير على إنعكاسات حرب سوريا على نعم. لبنان. تداعيات. نعم. تمام. فنحن مناط فينا أو مسؤوليتنا إنه نحسن مناعة لبنان. ونقوي إذا بدك نحصنه ونبعده عن المشاكل الإقليمية، ونبين إنه المفتاح الأساسي هو الوفاق الوطني. إذا عندك تفاهم بالداخل، بدي أعطي مثال صغير. تذكر إنه بعد ما صار تسوية الدوحة هبت، انتعشت، مش انتعشت، هبت. نعم. فرد هبي اللي كنت عم بحكي عنه. نعم. من 2008 2010 صار في. أنت عندك حالة خاصة في لبنان. إذا الآن الحرب بالكون كله في حيوية، وفي حيوية في لبنان، إذا في وئام في لبنان في حيوية. أما إذا العالم كله رايق وبلبنان في نوع من القلاقل وفي نوع من المشاكل، صار بالخمسة تسعة وستين مية، أنت وضعك متدهور. فخلينا نقول إنه 100 مشكلة بالخارج ولا مشكلة بالداخل. إذا هيدا الجواب لسؤالك، هو إنه لازم نحنا نحط مثل سور الصين حول لبنان ومجتمعه واقتصاده من خلال الوفاق السياسي بكل ساعة وبكل دقيقة. يعني بتقعد الناس بأنه فرص العمل يعني تشتغلوا لتأمنوا جو ومشاريع تكون فيها فرص العمل. تمام. هالكلمة مظبوطة. نعم. نحن علينا إيجاد جو مؤاتي لاستحداث فرص العمل. وأنا بدي أقول أنه مش الدولة هي تستحدث فرص العمل. يلي صار مؤخرا هو شطط بالنظام الاقتصادي أنه حشو القطاع العام بالأزلام. نعم. هيدا خطأ مميت ورح ندفع ثمنه مع الوقت. طب ما في ناس يلي مفروض انك انت تحفز وتحمس وتشجع القطاع الخاص، لانه 80% من فرص العمل هونيك لازم تحدث. طب لا في توجس بين يعني انك بس تحكي عن قطاع خاص، في فريق يعني لا بأس به من اللبنانيين بيقول لك قطاع خاص يعني في شيء، شو في شيء صار كتهمي القطاع الخاص؟ لا ما عم بقول عن الكل. انا يا استاذ جلال، انا لما عم هيدا عم خاطب الراي العام من خلالك. نعم. القطاع الخاص مش تهمه، انت عندك فريق فوتبول، عندك الهجوم والدفاع. نعم. اذا استثني الجولر، اذا عندك 10 لعيبه بالدفاع ما فيك تفوت جول، واذا عندك 10 لعيبه بالهجوم بدك تاكلها جول. نعم. بدك تقسمهم بين هون وهون. نعم. فانت فهمت شو عم بقول الصوره. نعم. انه الدفاع هو القطاع العام والهجوم هو القطاع الخاص، فمجبور يكون في انتشار مثال للقوى العاملة في لبنان والقوى الانتاجية بين القطاعين العام والخاص، وهن بيكملوا بعضهم. ولا واحد قادر يعيش بلد تاني. طيب. أو على حساب التاني. مؤتمر سيد غان عمل. نعمل. وكان في يعني أراء للأفريقاء بالورقة اللبنانية اللي تقدمت. رجعنا هيك مثلا نسمع بعض الانتقادات بعد هذا. برأيك مؤتمر سيد غان هالمرة رح يكون يعني طبعا باريس 1 و 2 و 3 يعني كله كان تمام، بس كان عم بيصير فيها هذا التسرب. برايك من بعد صادق آن اللبنانيون تعلموا انه يزينوا ويحطوا كل ليره بكل مطرح؟ بتصور هيك. انا خليني اقول اولا اني صادق آن بعتبره انجاز بالنسبه للبنان. رح اقول لك شو الاسباب. السبب الاول انه لبنان البلد الوحيد بالعالم يلي في فتره 17 سنه هب لمؤازرته المجتمع الدولي في باريس 4 مرات. يعني نعم. هذا المؤتمر الرابع. يعني ما في ولا دولة بالعالم ولا حتى قارة بالعالم كان صحيح. عندها هالامتياز هذا. نعم. الموضوع الثاني انه كان في حاضر اكثر من 50 دولة وصندوق. اوكي. فهذا على عمليا هو العالم كله. ولو انه احد الاسباب هو انه بخافوا كمان النازحين ما في شك. السوريون ما في شك. على نعم. مش هذا الاسباب يعني السبب الرئيسي. نعم. بس نحن يعني نحن علينا نغتنم الفرصة، نحن نقتنس أي فرصة. نعم. بتكون مرأة قدامنا. نعم. الموضوع الثالث إنه هالمساعدات الكبيرة 11.8 مليار هي تمثل 20% من حجم الناتج المحلي، فهيدا رقم ضخم. هذا زيادة عن تكبير الحجم يعني. عن تكبير الحجم. أنت ما فيك تقول 11 مليار شو بيمثل 11 مليار. بك على طول تقيسهم قياسا للناتج القائم. نعم. موضوع الرابع إنه هالمساعدات رح تجي
بالتوازي من ثلاث مصادر: الصناديق الدولية، الدول العربية، والدول الأوروبية. نعم. فإذا كمان هيدا التوزيع شغل كتير مهم، لأنك أنت مش عم ترتكز على جهة واحدة، على جهة واحدة أو على مقرض واحد. نعم. عرفت كيف؟ والنقطة الأبرز هي أنه الفايدة اللي عم بدينوك فيها هي 1.5%. شو يعني بيعني ميسر على آخر الله. تمام. فالعالم لازم تعرف أنه الخيار مش أنه كنت تدين أو ما تدين، الخيار هو أنه تدين ب1.5% أو تدين ب7.8%. هذا هو الخيار. إذا أنت الوفر هائل، ولأنه الفايدة هالقد ضعيفة، عمليا لما أنت عم تسدد الدين بتكون عم بترد تلت حجم الدين، وعم بتفعل المشاريع، عم بتفرع، يعني بتكون عم بتكبر حجم الاقتصاد، لأنه هالأموال مربوطة بمشاريع محددة، في عشرات المشاريع مثل ما بتعرف، يعني الفيشة قادرين يسحبوها هني بأي وقت إذا شافوا أنه ما يعني في شفافية. يعني هالمرة غير هديك المرة، غير هديك طيب المرة. هلأ احنا يعني نحن يمكن نزعل شوي نقول أنه عم بيراقبونا أو عم بيراقبوا، بس ولكن لابد من مراقبة، ما خصوصا أنه جميع الأفرقاء بلبنان باتوا يقولون أنه هني ضد الفساد. وآخر كلام كان السيد حسن نصر الله. المراقبة هي مطلوبة، وأنا أكثر من هيك، أنا أحد أسباب ترشيحي للانتخاب هو المراقبة من الداخل. أنا بدي يكون بالبرلمان أحد المراقبين. مهم ننتقل على المحاسبة والمراقبة. محاسبة من الداخل، يعني أنا ما رح أترك الفضل للي قاعدين برا، نحن بالداخل لازم نقوم بواجبنا. معروف أنه المجلس النيابي عنده شيء تشريعي وشيء محاسبة. نعم. مراقبة طبعا. الحكومة ومراقبة تنفيذ هالمشاريع، لأنه سادر قد تكون آخر فرصة متاحة للبنان من أجل يعني لملمة أوضاعه. فإذا ما رح تخليها، رح نخليها تمرق مرور الكرام. نحن بدنا نكون مثل يعني حراس الهيكل الاقتصادي داخل المجلس. طيب اليوم البرلمان يعني فخامة الرئيس وفي حدا كمان غير بيقولوا بفصل الوزارة عن النيابة. اليوم البرلمان عندما يكون هيئة محاسبة ورقابة وتشريع، نعم، في تلقف عند الأفرقاء السياسيين أنه يقدروا يبلعوا أنه ممكن هالمرة يكون في محاسبة حقيقية للهيئة التنفيذية، يعني للحكومة وللمشاريع القائمة، أم أنه يعني بعده كلام بعيد، يعني حلم بعيد المنال؟ لا، ما عاد حلم، لأنه أولاً عم بتشوف عدد كبير من الأفرقاء بالممارسة قبل النصوص، يعني مثل ما كانوا يقولوا النصوص والنفوس. اليوم النفوس عم تتحضر. إنما أنت بدك هذا تعديل دستوري، المادة 24 من الدستور اليوم تسمح للنايب يعني للوزير يكون نايب أو غير نايب، إنما مع الوقت هالأمور عم تفترق. وفخامة الرئيس من 10 سنين طرح اقتراح قانون ب يعني انتخاب نايب ونايب رديف. نعم. هذا مش بفرنسا، يعني الظل بسموه سوبليان بفرنسا. نعم. يعني إذا هالنايب تم تسميته بالحكومة، الرديف بياخد مطرحه وهداك ببطل يرجع. فهون أنت عم تصيب عصفورين بحجر، بتكون مثل ما عم تقول فصلت السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية عمليا. نعم. وشدت عنصر المعارضة، مش بس هيك، كمان بتكون هالوراثة السياسية وضعت لها عمليا حد، لأنه هيدا النايب الرديف بده يكون من خارج، إذا بدك العائلة أو من خارج الأسرة التقليدية هي موجودة بالسياسة، عم بتفوت دم جديد بهالطريقة كمان. طيب هذا قانون الانتخاب الموجود حضرتك، يعني طبعا هلا هو مرحلة لننتقل لمرحلة تانية، برأيك هل يؤدي بعض أهداف اللي حكيت عنها؟ بعض الأهداف، لأنه حسن التمثيل هو شغلة كتير مهمة. في شيء اسمه بالفرنساوي أن ديني دو ديموكراسي، يعني ما أنت بتنكر للإنسان حق الممارسة الديمقراطية. هذا يمكن بمعنى بلش ألف باء الديمقراطية بالتمثيل، 100% حسن التمثيل 100%. حسن التمثيل من خلال النسبية، إنما المشكل هو هالصوت التفضيلي يلي خارب العالم، عم يجعل المنافسة تكون داخل اللائحة أكثر من ما هي حادة. نعم. خارج اللائحة، لأنه ممكن يكون باللائحة الثالثة حدا آخر 3 صوت يطلع. صحيح صحيح صحيح. يعني فمشان هيك أنا بشوف أنه يعني هيدي تجربة مرحلة انتقالية، يعني أنت جاي من 60-70 سنة نظام أكثر، فإذا هيدي بالتأكيد بده يكون في إعادة نظر بهالقانون مشان تنخلي حسناته ونستبعد كل التشوهات الخلقية وبالممارسة اللي بيّنت فيما بعد. إنما هذه ممارسة يعني خارج أنه الواحد يخوض، يعني ونشوف وين. نعم. رح نوصل. هذه التجربة
في عندك بعض العناوين التفصيلية، نفترض منطقة الأشرفية، نعم. منطقة يعني المناطق اللي بتشكل الدائرة الأولى، بتحب تحكي عنها مثلا شو عندك أفكار تجاهها من كل كان من الناحية السياحية أو الإنمائية، أو يعني في عندك نفايات، في عندك كهرباء، عندك حدائق، عندك يعني في كثير. بدي أقول لك شغلي قبل ما أحكي عن السياحي، بدي أحكي عن السياسي. نعم. المقعد الأرثوذكسي بدائرة بيروت الأولى هو نعم. عمليا قاطرة لباقي النواب. نعم. طبعا يعني تجييري بامتياز. تجييري بامتياز لسبب انه نحن عندنا 26 ألف ناخب أرثوذكسي مسجل. نعم. وعندنا مقعد واحد، فلما الطائف زاد عدد المقاعد كان مفروض انه يجي مقعد أرثوذكسي الثاني للدائرة الأولى. إضافة. راح على المتن لأسباب ما بدنا نجي نفوت فيها هلا. مهم. فإذا انه هيدا مقعد أساسي. نعم، نحن بنذكر وقت كنا صغار كان في انتخابات بالأشرفية. نعم. كان في الشيخ بيير جمي رئيس حزب، أخذ ميشيل ساسين اللي هو أرثوذكسي، أخذ أكثر منه بشي 50 صوت، صار في تكسير سيارات وإنه بزيت. نعم. القاطرة كانوا يعني. بس هيدا يعني أنه نعم. هالحادثة هيدي الأرثوذكس، لأنه عنده انتقل كبير الأرثوذكس، بسموها هيدي الأشرفية أرض أرثوذكسية. نعم. إذن غاب المقعد الأرثوذكسي خلال العقد المنصري وهمش، وهيدا ينعكس سلبا على كل المذاهب الموجودة هونيك وعلى كل المنطقة. وأنا ترد على سؤالك، انكسرنا يعني إنمائيا وأعماريا وخدماتيا، لأنه النواب الباقيين ما كانوا قد المسؤولين، يعني كان الجو مش ملائم عند الكل. إيه بس يعني عندنا أكثر عند الكل. يعني الأشرفية هي يعني الصيت عليها والفعل لغيرها للأسف. نحن اليوم بدنا نرجع نشتشت حالنا، بدنا نرجع نرد الاعتبار للمقعد الأرثوذكسي يلي هو يعني بالنهاية الأشرفية هي مقر مطرانية بيروت. يعني طيب معلش لو سألتك أنا، يعني برأيك اللي مقدمين على الترشح بغير لوائح ما بيفكروا بذات الشيء خصوصا عن المقعد الأرثوذكسي؟ ما بعرف كيف بيفكروا، عم بقول لك كيف أنا بفكر. نعم. يعني ما بعرف اللي جاي من منطقة خارج بيروت كيف بيفكر، لأنه في مرشحين جايين من آخر لبنان، يعني من آخر مساحة لبنان يجوا يترشحوا بالأشرفية. يعني هو النائب مرشح عن الأمة. هو مرشح عن الأمة. نعم. بس بده يكون كمان من نسيج. نعم. المنطقة، شفت كيف؟ لأنه بالنسبة في خصوصية بالأشرفية، العيال كتير إلى أهمية وكتير حريصة على أنه يكون أحد أبناء. أو لما بحكي عن الأشرفية طبعا أنا بشمل يعني هي معركة عائلية والصيفي والمدور. نعم. العائلات كتير مهمة بمنطقتنا. نعم. أكثر من الأحزاب، مثل ما عندك مثلا كسروان. كسروان. نعم. كتير مهم دور العائلات، وكذلك الأمر بالأشرفية. نعم. يعني اليوم الأشرفية نحن بنعرف أنه قليل ما تلاقي مطرح حتى تقدر تعمر بنايه جديده او هذا، يعني فيها نوع من الاكتظاظ، ان كان بالنسبه لطرقاتها، ان كان بالنسبه للمواقف، ان كان يعني كمان اهل الاشرفيه اللي هي كثير وديعه ولطيفه، وهي كانت مصيف بيروت. برافو يعني عليه. برافو عليه. كانت مصيف بيروت بالزمانات، ويمكن تكون كمان الان ترجع. عندكم مشاريع مثلا بيرسبكتيف، عندكم مشاريع تصورات لحتى كيف ممكن يكون فيها السير، كيف ممكن يكون فيها يعني مواجهة النفايات؟ هلا موضوع النفايات بده يعني انتم والبلدية المفروض تشتغلوا يعني. يعني نواب بيروت هن ايد بايد يشتغلوا مع بلدية بيروت. نعم. ومع محافظ بيروت. اذا بالتاكيد انه في شكوى عارمة بموضوع النفايات، وهون الحل بده يكون على صعيد المدينة العاصمة، ويمكن حتى لانه هي المدينة هي محافظة يعني 100% يعني هي غير محافظة بحد ذاتها. هلا التكتل وتحديدا الوزير سحناوي اللي يعني معنا على اللائحة. نعم. عامل دراسات كتير مهمة إنمائية حول هالموضوع، كيف بدنا نستثمر المساحات الخضراء، يعني جادة فؤاد بطرس اللي هي قايد الإنشاء. نعم. منطقة المرفأ، الكارانتينا، أوتوستراد بيير جميل. نعم. نهر بيروت، كلها هيدي مدروسة ونحن بدنا نشتغل. وفي مستشفى كمان تتعزز. أكيد كارانتينا. مستشفى الكارانتينا، فهيدي لما نوصل نحن ليش بدنا نشتغل لنوصل أكبر عدد كتكتل التغيير والإصلاح. تمام. أكبر. نعم. عدد من المرشحين، لأنه كل واحد منا عنده اختصاص معين، وعنده أنا حتى عنده يعني طيفته اللي بتكون من مكونات. أكيد. يعني في السريان، في الأرمن، في يعني توني. صحيح. بانو يعني كمان على الصدق. صحيح. صحيح. وتنذكر. نعم. مسعود أشقر كمان. مسعود الأشقر بوسي له كمان. نعم. فإذا أنا اللي عم أقوله هوني إنه كل واحد منا عنده هيك نوع من مساهمة خاصة وقدراته. طبعا اما انا. نعم. مساهمتي اذا بدك بالاقتصاد. نعم. والشؤون المالية والاجتماعية، يعني هذا عصب المجتمع. مشان هيك انا بدي اتخلى عن كل شيء اذا الله وفقني وصرت انا بالندوة البرلمانية، منشان صق القوانين. وبتعرف اليوم القوانين صارت كتير صعبة،
وكتير معقدة طبعاً، خاصة بالشؤون الاقتصادية مع تقدم الزمن وهذا التكنولوجيا الرفيعة وغيرها. أنت بدك تواكب العصر، يعني مع الحكومة الإلكترونية مع الاقتصاد المعرفي بدك تشريعات. مثلاً بأمريكا بالكونغرس الأمريكاني مرات بيقعدوا سنة باللجان المختصة ولجان معينة خصيصاً لهالموضوع مشان تا يقوموا مرات لتعديل صغير بيقعدوا تمام. فإذا اليوم الانتاجية المجلس لازم ترتفع بشكل صاروخي. طيب بالنسبة للمعركة الانتخابية استاذ نقولة شماس، اليوم على الصوت يعني هالقانون بخليك تعد الأصوات، تعد قديش ممكن أنت تعطي جير لفلان وفلان. مثلا في عنا يعني في رئيس الحزب رئيس التيار وزير جبران باسيل، وانتو يعني في لقاءات وهذا عم بتوزنوا مثلا. طبعا شغلة الانتخابات شغلة مش هينة، انه قديش ممكن تجيروا هذا المقعد، شو ممكن يتجير له، قديش ممكن تتقاسموا لحتى تقدروا تأمنوا الحاصل والصوت التفضيلي والنواب داخل أكيد. هلأ الهدف هو إيصال أكبر عدد من المرشحين. نعم. هلأ أنت بتعرف أنه ببيروت الأولى في 8 مقاعد. نعم. طموحنا طبعا أنه نوصل على 5 حواصل وأكثر. نعم. شفت كيف؟ ونحن عندنا أحزاب قوية عندها يعني قدرة تجييرية كبيرة. نعم. بالإضافة إلى الشخصين المستقلين اللي هن مسعود الأشقر وأنا. نعم. فإذا نحن كل ما زادت نسبة المشاركة كل ما بنعتبر انه قادرين نحن نوصل لحواصل كبيره. نعم. بنهايه المطاف في مكنه مركزيه، يعني الاقبال بكثافه على الصناديق اولا تعطي الاقبال بتعطي قبل ما نطلع بالتراتبيه ضمن اللائحه. اول شيء بدنا نجيب الحواصل المرتفعه للائحتنا. نعم. فيما بعد يعني هيك بتدعي الناس ليقبلوا اكثر على الانتخابات. هو يعني اذا بدك المهمه رقم واحد هو انك تشجع الناس مشان تنزل تنتخب. نعم. للائحتنا. نعم. المهمة الثانية هي ساعتها موضوع التفضيلي، تشوف كيف بدك أنت توزع الأصوات، لأن هذه شغلة كتير كتير صعبة ودقيقة. نعم. لأول مرة خصوصا أنه كمان يعني الطائفة الأرمنية الكريمة يعني عندها قوة تجييرية وعندها كتير مرشحين يعني علي. صحيح. نعم. يعني أنا هون بقرنا بموضوع الوزنات، أنت عندك كم وزنة بين إيديك؟ نعم. إذا حطيتهم هون مردودهم أكبر أو إذا حطيتهم هونيك مردودهم أكبر؟ نعم. وإذا حطيت مطرح بيطبش كتير بيخسر غير مطرح. هيدي هي يعني. نعم. بدك أنت هون ميزان جوهرجي. نعم. والوزير باسيل هو يعني مثل الجوهرجي. نعم. بهالموضوع يعني أنا عندي كامل الثقة بأنه رح يدير المعركة مش بس بدائرتنا، على مساحة. نعم. لبنان كله سوا. طبعا على مساحة لبنان. تمام. ولكن تمام. عم نحكي على دائرتكم، التحضير اللوجستي، لقاءاتكم مع الناس، كيف عم تلاقوا يعني هالمجتمع عم يتلقف افكاركم؟ نحن بتعرف انه الناس كلها بيروحوا لعندك كل المرشحين من كل اللوائح. صحيح. كيف عم تلاقوا التجاوب؟ لانه في بيقول لك مثلا انا عم نفخ اللبن لانه الحليب كويني. في ناس يمكن عندهم مشكله مع الفساد، في ناس عندهم مشكله سياديه، في ناس عندهم مشكله انه عندهم تردد. المترددين عم تقدروا تقنعون؟ نعم عم نقنعون. ليك الخطاب كثير سهل، نحن عم نجي نقول يجب انجاح العهد. نحن كل واحد منا ضمن هالليحة هالثمان أحصنة عم بيشدوا مشان تينجحوا رئاسة الجمهورية والعهد، ومن أجل هالشي يجب تكوين تكتل قوي. أولا بالعاصمة، العاصمة لها رمزية استثنائية يعني غير المناطق الثانية، بيروت ستة الدنيا. برافو عليك. وثانيا يعني على 10452. كل ما هالتكتل كان قوي، كل ما هالرافعة اللي رح تشغل العهد بدها تكون قوية، وبالتالي إمكانية تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات الناس بكل الأمور. طيب. الأساسية. بس في سؤال هون يعني بدي يكون شوي صريح فيه. الأشرفية يعني من 73 أو 75 في إلى طابع معين بالنسبة للموضوع السيادي. نعم. ونحن طبعا يعني الرئيس عون هو الرئيس القوي، كان يعني حتى وقت ما كان عقيد لحتى ما كان قائد جيش لحتى ما كان رئيس حكومة إلى الآن. ولكن الأشرفية عندها طابع هيك في مرات تميز في جدلي معين، في مثل ما بيقولوا أخصامكم، مش عم نقول ما في عداوة، ولكن في لوائح أخرى بتعول على هذا النوع السيادي يعني بأيام الحرب ما بعد الحرب. يعني هل بيفتقتوا عليكم بالموضوع السيادي؟ ما حدا بيقدر يفتقت على أيا كان بالموضوع السيادي.
لأنه إذا بتفتش تفتيش يعني بالفتيلة والسراج على إنسان مش سيادة بالأشرفية روح فرجينية، لأنه كلنا سياديين وكلنا استقلاليين، وهيدي ميزة عن كل الناس. فما حدا يعمل متاجرة أو مزيادة، لا مش متاجرة، يعني في جو مثلا جو بشير جميل، جو القوات اللبنانية، جو العماد عون، جو أحرار الكتائب، يعني أنا نحكي بصراحة، أنا يعني لما بطفولتي وشبابي نعم. على يعني بفلك بشير جميل نعم. يعني أنا بيتي عمليا بيت أهلي كان يبعد 50 متر عن بشير جميل نعم. نحن كنا ننام ونقوم مع بشير جميل نعم. فإذا أنا بشير جميل بقلبي نعم. وما حدا بيقدر يزايد علام، مش لأنه ما عندي بطاقة حزبية لا هون ولا لا هون، لا في كتير ما كان عندهم بطاقة كل 100% كلنا نحن بهالجو، مش يعني الأرتدوكس كانوا يحاربوا بالأشرفية ما كان كلهم معهم أحزاب لا أكيد، والأحرار مشان هيك مشان هيك ما في مجال مشان واحد يصنف انه انا سيادي نعم. وانا مش سيادي، كلنا سياديين. ومثل ما تفضلت وقلت الرئيس عون يعني ال14 اذار ال89 هو اللي شن يعني حرب اذا بدك السياده، ما هدي ما ننسيها. وبعدين نحن معنا 14 اذار الثاني اللي هو نعم. الرئيس سعد الحريري اللي نعم. داعم اللائحه، اللي هو بالنهايه ابن الشهيد مش حدا ثاني. برايك اذا دخلتوا على الندوه البرلمانيه ممكن واحد يحلم او هالشعب اللي صمد خلال الحروب على مختلف فئاته ومذاهبه يحلم بيكون انه كل الاذاريون 8 و14 و11 يكونوا كلهم بذات المركب مع بعضهم لقيامه لبنان؟ هلا بغض النظر عن انتخابات، انتخابات هي بدك تختار حدا يعني، ولكن وقت تدخلوا على البرلمان هل رح تدل هالانقسامات هالاصطفافات، ام انه مثل ما يقال التحليل التحليلات بتقول انه الرئيس عون يعني ممكن يكون يعمل كتلة تكون بيضة الإبان بين الأفكار؟ بكل العهود في ما يسمى كتلة العهد، بتكون يعني عابرة وازنة لكل، أولا وازنة وعابرة لكل المشارب السياسية ولكل الطوائف. أنا بعرف أنه رح تكون أرجحية كبيرة لهالكتلة هيدي، وهيدي يعني نبأ جيد، نبأ صار، لأنه رح يعطي استقرار سياسي، لأنه كلمة بتجنن كلمة بتحنن، ممكن هيدي الكتلة تجمع الرئيس عون بطبيعته بيجمع نعم. هو يعني على طول عنده الكلمة السواء بي الكل بي الكل الكل شوف نعم. ملا كلمة، شوف كيف أنا عم بقول لك بالبرلمان حتى لو ما كانوا الكل، حتى إذا كانت نوع من الأكثرية الموصوفة، إذا في حالة توافقية عامة نعم. داخل البرلمان، خلينا نقول تلتين البرلمان، أنت أبو زيد خلاص. لا مرات بيكون التلت بيقدر يعمل هيك، مرة سبع نواب بالبرلمان ايه. عملوا إيلاب بال 51 رجعوا جابوا كمان شمعوا الجمهورية. صحيح، بس جاي استحقاقات كبيرة نعم. نحن إذا قدرنا ضمينا هالكتلة الكبيرة الثابتة، يعني هيدي بدها تكون قاعدة انطلاق للانتفاضة على الذات نعم. نحن سياسياً واخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا، انا بشوف انه هالكتله الكبيره رح تكون متوافره، وهي كله هيدا بعد الانتخابات طبعا بعد يعني الانتخابات. يعني برايك الجو مثلا، اعطيك مثل يعني وقت اللي يعني الرئيس سعد حريري، الدكتور سمير جعجع، العماد عون، وقت صار في هيك قبل يعني انتج انتخاب رئيس للجمهوريه اللي هو رئيس القوي العماد ميشيل عون، يعني كان في هيك جو من التفاهم والتقارب. اليوم قبل الانتخابات ما عم نلاقي حتى انه لقاء بين القوات والعونيه بلوائح مثلا، انه هيدي ما رح تاثر لما بعدين. برايك يا استاذ جلال هيدا شيء طبيعي، لانه عم ياكلوا من زيت الصحن بالنهايه نعم. بعدين اليوم هالحماوه الانتخابيه مضاعفه، لانه الناس متعطشه للانتخابات نعم. نحن محرومين من التجدد الديمقراطي من 9 سنوات نعم. اذا انا هيدا ما بيعجبني، يعني حتى بأمريكا احيانا بيكون الجو مشحون طبعا اكثر من هيك، في اشكالات وقت ترامب صار في كثير يعني صار في قتلة يعني كثر خير الله نحن يعني نعم. تقريبا ما صار لا بلبنان كان يصير في ضربه كف، كان يصير في مشكل، كان هلا مضبوطه كثير الامور نعم ماشي. فاذا هالحماوي طبيعي انها تزول، يعني 7 ايار هو يوم جديد مهما طيب. كانت النتائج. اخر سؤال قبل ما تخلص الحلقه استاذ نقول شميس، طبعا بدك تحكي شيء بالاخر، ولكن اخر سؤال، إذا أخذنا في موضوع هو جدلي بامتياز وعميق، هلا ما عم ببين كتير يعني ببين ببعض الخطابات، هو الاستراتيجية الدفاعية اللي قال فخامة الرئيس إنه بشكل أو بآخر راح تنطرع بعد الانتخابات. أنتوا نفترض أنتوا بالندوة البرلمانية ونحن بنعرف رأيك بأنه كيف ممكن لبنان يكون بذات الوقت عنده قوة مقاومة وصمود، وذات الوقت ممكن يكون متطور مثل هونغ كونغ وإلى ما هنالك. انتم موقفكم رح يكون
واضح وصريح بالنسبة لموضوع استراتيجية دفاعية، وحضرتك خصيصا إذا كنت نائب عن المعهد الأرثوذكسي ببيروت الأولى. أنا بدي أحكي عن حالي. نعم. بدي أقول لك إنه بالمطلق، بالمطلق آرائي ومواقفي بدها تكون مستوحاة من جو الأشرفية. نعم. من جو الدائرة الأولى، من جو المطرنية بيروت، هيدا الجو. نعم. بالنسبة لإلي. نعم. هلأ بموضوع استراتيجية دفاعية مثل ما تفضلت، فخامة الرئيس قال منذ الآن أنه بالحكومة الجديدة رح تطرح الاستراتيجية الدفاعية على بساط البحث، وطبعا نحن بدنا نكون مؤيدين هالموضوع، مع العلم أنه أنا ما بشوف شيء اسمه ازدواجية. أنا مع حصرية السلاح في يد القوى النظامية اللبنانية. نعم. نقطة على السطر. أما إذا صار فيه عناصر، يعني عناصر خلينا نقول عدائية، نوع من اعتداء، اعتداء عدوان على لبنان من التكفيريين، من إسرائيل، من غيرهم، طبعا يعني هالشي لازم نستخدم عناصر القوة الموجودة، يبقى يعني قرار الحرب والسلم، القرار الحرب والسلم طبعا عند الدولة اللبنانية. نعم. يعني هيدي من البديهيات، وهيدا الدستور يعني ينوط على هالنقطة. نعم. فكتير مهم انه نميز، نكون نحن متبصرين بهالموضوع. انا اذا لا سمح الله طبعا اذا انطرح الموضوع بايجابيه بين الكل ممكن يكون الحوار ما في ينطرح الا بايجابيه. نعم. اخذين بالاعتبار انه الموضوع الدفاعي، موضوع استراتيجيه دفاعيه، هو موضوع عنده ابعاد اقليميه. نعم. انت بتشوف انه كل يومين ثلاثه بيجي قائد المنطقه المركزيه مثلا الامريكاني الى لبنان، او بيجي شخص من دوله. نعم. عربيه، او نعم. قائد عسكري من هذيك المنطقه. فلبنان منو عايش اذا بدك منو جاي من المريخ يعني. فاذا هذا الموضوع مش رح ينحل بين ليله وضحاها. نحن بدنا نلاقي حسن الاداره داخل المجتمع اللبناني، وانا اكيد انه قادرين نوصل لخلاصات ولسياسات قادره تقنع وترضي كل الناس. مرشح المقعد الارثوذكسي ببيروت الاولى القويه استاذ نقولها شمس، شو بتقول للمشاهد وللنخ؟ أنا بدي أقول إنه العهد يكون قوي لازم تكتلنا يكون قوي، تكتلنا يكون قوي لازم ليحتنا بالدائرة الأولى من بيروت تكون قوية. هالشي يقتضي النظر إلى السيرة الذاتية لكل مرشح، ما ننجر بالشعارات من نوع اللي سمعناه حول السيادة وغير السيادة. خلينا نشوف الكفاءة، خلينا نشوف إذا بدك مين عنده الباع الطويل في خدمة الناس، مين كفه نظيف، مين حاضر وما بيستحي من ماضي، مين واعد بالعمل البرلماني، مين قادر يجيب، مين أنجز، مين ما أنجز، مين نجح، مين فشل، مين نجح بحياته المهنية، مين ما نجح. نعم. مين ببيع حكي. شوف كيف. إذن أنا أدعو الناخب البيروتي أنه يشغل ضميره ويحكم عقله، عرف كيف، ويصوت بعقله ما يصوت بقلبه فقط، لأنه المشاعر ما بتبني الأوطان، العقل اللي بيبني الأوطان. على كل حال أستاذ نقولها شماس، يعني طبعا هاي انتخابات وديمقراطية بلبنان ولبنان صنوان ولازم تكون هيك. نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان. مشاهدينا الكرام نشكركم، وإلى اللقاء في نشرة الأخبار.